مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الوسيط العقاري. الوسيط العقاري في شكله الجديد، واللي هيكون انطلاقة واسعة بإذن الله في سوق العقارات. الفكرة هتكون مختلفة والإطار مختلف، بس بوعدكم أني أكون الوسيط العقاري الحقيقي والواقعي والمفيد. هنعرض لكم مشروعات أو فيلات أو شقق أو مكاتب أو محلات تجارية هتكون فرصة حقيقية بأسعار مميزة أو خصومات أو تسهيلات، علشان نسهل ليكم دايما قرار الاختيار لبيتكم أو مكتبكم أو عقاركم المناسب، وكمان قرار استثمار فلوسكم بشكل صحيح، وتكون فرصة جيدة لبيع وشراء العقار. هنقدم لكم نصايح للبيع والشراء والتأجير، بمعنى أوضح هكون ليكم الوسيط العقاري الحقيقي أو مستشاركم العقاري الفني والقانوني. تواصلوا معايا على صفحتنا على الفيسبوك أو من خلال الإيميل اللي هيظهر على الشاشة قدام حضراتكم. وبوعدكم أننا هنرد على كل أسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم الشرائية، أو لو عايزين تعرضوا عقاراتكم معايا في البرنامج للبيع أو للإيجار. وهنبدأ حلقتنا النهاردة في مشروع كريك بارك المميز في مدينة 6 أكتوبر، وهو كومباوند راقي شقق فاخرة بمنطقة التوسعات الشمالية أمام الحي التامل بالقرب من نادي الصيد في مدينة 6 أكتوبر. العروض والخصومات اللي مقدمينها النهاردة من الكومباوند لراغب الشراء هي 4600 جنيه فقط للمتر المربع على الشقق في الكومباوند، بدلا من الأسعار الحالية اللي بتتراوح من 6000 إلى 5000 جنيه للمتر. هنروح دلوقتي مشاهدينا نتعرف على أفضل الفرص المعروضة في كومباوند كريك بارك. شقة مساحتها 200 متر معروضة للبيع في كومباوند كريك بارك 6 أكتوبر، السعر 606 ألف جنيه مصري، المساحة 200 متر، عدد الغرف 3، الدور الثاني، الحمامات 3. روعة الفخامة كريك بارك، للحياة إيقاع جديد. العقارية، بيوت وحياة. شقة للبيع في كومباوند كريك بارك مساحتها 154 متر في مدينة 6 أكتوبر طبعا، كود 5792، عبارة عن غرفتين نوم واثنين حمام وريسبشن قطعتين، نص تشطيب، دور أرضي بحديقة خاصة وجراج خاص، والسعر 263 ألف جنيه مقدم و144 ألف جنيه تقسيط على 4 سنوات. شقة 130 متر للبيع بكومباوند كريك بارك 6 أكتوبر، الدور الثاني، كاش أو تسهيلات، سعر المتر 3200 جنيه، يعني السعر 416 ألف جنيه. هنخرج من كومباوند كريك بارك في 6 أكتوبر ونروح للتجمع الخامس للعروض الرائعة اللي مقدمها شركة البدير للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية. في الحي الرابع في شقة لقطة، لقطة يعني فرصة، لدواعي السفر للسكن أو للشركات، يعني ينفع إنها تتسكن أو تبقى مكتب، على الشارع الرئيسي بالحي الرابع بالتجمع الخامس. شقة مساحتها 175 متر دور أرضي بحديقة خاصة 50 متر ومدخل خاص، سعرها 800 ألف جنيه، وشقة بنفس الفيلا دور أول وتاني، يعني في شقة في الدور الأول وفي شقة في الدور الثاني، مساحتها 185 متر على الشارع الرئيسي، سعر الشقة 850 ألف، وده على فكرة موقع متميز جدا. هنخرج مشاهدينا الأفاضل لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا من الوسيط العقاري، خليكم معنا. العقارية، بيوت وحياة. Thank you.
ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الأعزاء في برنامج الوسيط العقاري. المرة دي هنقدم عروض رائعة وممتازة من شركة هوم ميشن. دوبلكس للبيع بالتجمع الخامس، فيلات البنفسج 4، مساحة 535 متر، تشطيب سوبر لوكس، 6 غرف نوم، 5 حمام، ريسبشن 6 قطع، زائد غرفة للخادمة ومدخل خاص، مطلوب 2,200,000 جنيه. دوبلكس للبيع بالنرجس عمارات التجمع الخامس، مساحة 256 متر، 3 غرف نوم، 3 حمام وليفينج ومطبخ، 3 ارباع تشطيب، مطلوب 1,200,000 جنيه. على فكرة الأسعار دي بتبقى أسعار فعلا أقل من الأسعار السائدة في السوق بنسبة معقولة. شقة للإيجار بأرقى أحياء التجمع الخامس بالحي الثاني، قريبة جدا من شارع التسعين، 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر يعني غرفة نوم رئيسية بالدريسنج أو بغرفة الملابس، 3 حمام، 4 ريسبشن، حديقة خاصة، مطلوب 5,500 جنيه في الشهر. روف كامل للبيع بالتجمع الخامس في منطقة البنفسج 12 على مربع حديقة كبير واجهة بحري، مساحة 420 متر، مبني منه 270 متر والباقي تراس، مطلوب 1,800,000 جنيه قابلة للتفاوض، يعني ممكن نتكلم في السعر ونوصل لسعر أقل منه. للإيجار شقة بالشويفات المساحة 400 متر، تاني بلكونة على شارع رئيسي، تصلح سكن أو إداري، 4 غرف، ريسبشن 4 قطع، 3 حمام، المطلوب 8,000 جنيه إيجار شهر. دوبلكس للبيع بالتجمع الخامس بالنرجس عمارات أرضي وبيزمنت، بيزمنت يعني بدروم. الدور العلوي 180 متر مقسم إلى 3 غرف نوم، 2 حمام، ريسبشن وبلكونتين وسلم من العمارة برضو. أرضيات رخام. الدور السفلي 90 متر مقسم إلى ريسبشن وحمام ومطبخ، ليها حديقة خاصة 120 متر مجهزة ومزروعة، تشطيب سوبر لوكس، أرضيات ريسبشن رخام، والغرف أرضيات خشب اللي هو بنسميه الـ HDF، ومكان في الجراج بسعر مغري، مطلوب 1,200,000 جنيه. في برضو عندنا فرصة حقيقية للبيع بالياسمين 7، روف 180 متر زائد 60 متر مساحة مفتوحة، 3 غرف، 2 حمام، ريسبشن قطعتين، الفيلا يوجد بها أسانسير، بتبص على مربع حديقة جميل، الكود K36، مطلوب 750,000 جنيه.
بشقة الياسمين هنروح لفاصل تاني مشاهدين الأفاضل، ونرجع نقدم أفضل عروض للشقق في أماكن متفرقة من القاهرة. تابعونا. العقارية بيوت وحياة. رجعنا لكم تاني مشاهدين الكرام، وهنبدأ بشقة من مصر الجديدة، شقة معاها روف جاردن مساحتها 385 متر، مساحة الروف 385 متر أيضا، ريسبشن كبير جدا، خمس قطع، أربع غرف نوم، ثلاثة حمام، مكان في الجراج للعربية، السعر 2,800,000 جنيه. ومن الشقق هنروح لبيع قطع الأراضي في التجمع الخامس، وفي حلقة النهاردة هنعرض أرخص قطعة أرض موجودة في التجمع الخامس، أرض بمشروع بيت الوطن في الحي الأول، قطعة رقم 127 في المنطقة دي بمساحة 759 متر مربع، المدفوع 90,000 دولار، المطلوب 575,000 جنيه أوفر، يعني هامش الربح بتاع مالك القطعة دي. معروضة من شركة قصر بغداد، أكبر شركة في بيع وتسويق الأراضي بالقاهرة الجديدة. وبكده مشاهدينا الكرام بتنتهي حلقتنا النهاردة من برنامج الوسيط العقاري، لكن أحب أفكركم إن الحلقة الجاية إن شاء الله هيكون عندنا عروض غاية في الأهمية لمزادات بيع أبراج الصفوة، وهنخصص فقرة كاملة لأهم التوصيات لتجهيز عقارك للبيع أو للإيجار. تابعونا في حلقات أخرى على قناة العقارية وبرنامج الوسيط العقاري. أطيب أمنياتي وأرق تحياتي للدكتور ماجد عبد العظيم.